الشعلة التي ظهرت أو هذا إلى آخره التي اشتعلت خصها نشدوها ونعرفوا نستفدوا منها ونقولها بالدارجة ولا بالطريقة اللي ربما ما تكونش مستحسنة، نستغلوها باش نشعلوا المغرب كامل، نشعلوا المغرب كامل بهذا المعنى. نتي الذي العاود تاني إن شاء الله الرحمن الرحيم نعاود تاني ندخلوا شوية الأمل على الشعب ديالنا وعلى المجتمع ديالنا وعلى الدولة ديالنا. فهمتيني ولا لا؟ بلي حزب العدالة والتنمية باقي موجود، وحزب العدالة والتنمية ما جاش باش ياخذ الحكومة مرة أخرى، ولا هذا كي يظهر هذا الشيء هذا مع التطبيع ومع هذا الشيء. على الأقل ما حد هذا الشيء كاين، هذا غير وارد. ولكن مع ذلك راحنا ما طلقناش، ماشي قلنا نمشيو نجلسوا في ديورنا، لأنه دوزو تلي فاسون إلا جلسنا في ديورنا اللي كان كيقول نيلسون مانديلا تو سو كي سو في سون نو سو في كونتر نو، كل ما يقع كل ما يعمل بدون حضورنا يعمل ضدنا. فخصنا نكونوا حاضرين، حاضرين واش حاضرين يعني 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 100%، واش حاضرين في الهيئات اللي عندها الخبر ولا اللي ما عندهاش، واش حاضرين في الهيئات الحكوميه، واش حاضرين في الهيئات يعني اذا شئنا ان نقول يعني التشريعيه، واش حاضرين في الهيئات الجماعيه ولا ما ولا حاضرين غير كسياسيين. انا غنقول لكم اشياء بسيطه، كاين امور يمكن السي ادريس اللي ياخذ الكلمه يذكرنا بها، كاين امور اللي تبدلات لاننا قلنا درنا موقف او لاننا قلنا فهمتيني ولا لا. والا هادو راه كانوا جايين بحال اللي جاي بالتراكس، صافي بحال ما بقى في المغرب تحت، صافي كان العداله والتنميه وبعض وشويه تقدم الاشتراكيه وبعض الاحزاب كانوا كي كونتريو شويه فهمتيني ولا، واخا كنا في الحكومه خصوصا في المرحله الاولى. دابا 2021 العداله والتنميه صافي تهرس، صافي دابا جيب التراكس وجمع كل شيء، صافي مشينا في كل شيء، في التطبيع، في الـ في الـ في, الـ في حريه الصحافه، ما عرفش انا شنو اللي بقى كيطرع فيه العقل والمنطق والمصلحه الحقيقيه ديال المجتمع والراي ديال المواطنين. فهمتيني ولا لا؟ ما عرفتش، في المحروقات، في الاثمنه، صافي. والحكومه لم تعد تبالي بنا، والى الان لم تعد تبالي بنا ولم تعد صافي. وعندها الاغلبيه في البرلمان، الاغلبيه في مجلس المستشارين، الاغلبيه في الجهات، الاغلبيه في الجماعات. فهمتيني ولا لا؟ بل يبدو حتى الاحزاب الممثله للحكومه يبدو انها يعني مكونه للحكومه حتى هي كتشتكي وكتقول ودي هذا الحزب اللي كيسير دابا راه ما تيديها حتى شي حاجه والى اخره. هو ولا اللي كيساندوه ولا الله اعلم. احنا دابا كنشوفوا غير داك الشيء اللي قدامنا، ما تنشوفوش، ما عندناش كيفاش نديروا باش نشوفوا حاجه اخرى. في هذا الوقت هذا كيجيب الله هذا بغينا نقولوا هذا النافذه انت ولا لا ايسي دو سكور باش نعاود ثاني ننطلقوا من جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيفاش غننطلقوا؟ ما نقدرش نقول لكم ان عندي فكره واضحه و يعني اللي عارف هو هذا الشيء تنقول لكم، اللي عارف هو نحاول نتمسك بمقتضيات المرجعيه. ما اظنه تقوله للمرجعيه يعني يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع وشهرا بعد شهر.